وللتعليق على التطورات في إربيل وتداعياتها المحتملة على المنطقة والعالم ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لاعب. حضرة العميد، أهلا وسهلا بك. أهلا. برأيك لماذا اختار الحرس الثوري إربيل للرد على مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية في سوريا؟ عمليا كما تفضلت في بداية هذا أنه فعلا انعطافة جديدة أن يعلن الإيراني، تعودنا أن تعلن غرفة قيادة المقاومة عن هكذا عمليات عسكرية، ولكن أن اختيار أربيل هو اختار لمبنى جديد للقنصلية الأمريكية، ولكن كون المباحثات في فيينا تجري بوجود او عدم وجود امريكا ولكنها المعنيه الاساس في الموضوع، يبدو ان الكلام وجه بان هذه يعني هذه اماكن ومركز اسرائيلي قصف من قبلنا حتى يتلافوا ان يكونوا قصفوا موقعا امريكيا. هذا ممكن ان يكون حتى لا يؤثر ذلك على سير المفاوضات، هذا بشكل واضح، ولكنها رساله للامريكيين عمليا اننا نحن إذا ما أوقفت المفاوضات عند هذا الحد نستطيع أن نتابع بطريقة أخرى، فالحرب هي ممارسة سياسة بطرق أخرى. هذا واحد. اثنين، عمليا كان الرد يبدو أن بعض ما ورد في الإعلام أن الرد كان بسبب استخدام إسرائيل أو هذا المركز الإسرائيلي كما يدعي الإيرانيون بإشباط الماضي بإرسال 6 طائرات باتجاه إيران وقاموا بعملية في إيران، هذا ما نمي في الإعلام عن هذا الموضوع، ولكن يبدو أن هذا قد يكون ردا على مقتل 2 من قادة وضباط الإيرانيين في القصف الإسرائيلي على سوريا. وهذا يضعنا أمام منحى جديد، هل بدأت إيران تختار الزمان والمكان عندما يقولون أننا سوف نرد ولكن في الزمان والمكان المناسبين؟ هل بدأت تختار وهل الساحة السورية سوف يتغير الوضع فيها وتكون فعلا لهكذا نوع من الأوامر الجديدة لمرحلة جديدة أن نختار الزمان والمكان؟ هذا السؤال. نعم، هل برأيك هناك مؤشرات قد تكون هناك تداعيات على المنطقة عموما ولبنان أيضا برأيك؟ طبعا اليوم يعني إسرائيل تحاول أن تنأى عن أي تدخل جديد، هي فقط قامت بهذا العمل بعد زيارة بنت إلى روسيا، بعد الكلام الذي صدر من روسيا أننا لن نعترف باحتلال إسرائيل للجولان وسنتعامل بطريقة جديدة مع الإسرائيليين، ولكن زيارة بنت لموسكو أرفقها ثاني يوم فقط بقصف طيران إسرائيلي في سوريا لمركز إيراني، ما معناه أننا موجودون، يعني لإثبات وجود أكثر من إشعال الساحة. إشعال الساحة قد يكون اليوم من قبل الإيرانيين، قد تكون فرصة هامة جدا لإيران أن تبدأ باستغلال المكان والزمان وأن ترد، وهذا الرد إذا ما كان في سوريا الساحة مفتوحة، ولكن أن يكون في لبنان أعتقد أن خطورة ذلك كبيرة، ولكن أعتقد أن طالما الساحة مفتوحة في سوريا ستبقى جبهة جنوب لبنان بمنأى عن هذا الصراع الإسرائيلي الإيراني. نعم، ولكن كيف يمكن الربط بين هذا التطور العسكري موضوع مفاوضات فيينا وأيضا تعليق المحادثات السعودية الإيرانية؟ المحادثات السعودية الإيرانية جاءت تعليقها من طرف واحد من إيران بعد صدور أمر بإعدام 81 موقوف في المملكة من معروفين يعني بتهمة الإرهاب، معروف الانتماء. نعم. جاء هذا الموضوع ردا على إعدام هؤلاء. نعم. وله علاقة بالنووي الإيراني في فيينا؟ لا، هذا الموضوع يعني هو موضوع ما بين السعودية وإيران. لا، التطور العسكري يعني. نعم، التطور العسكري هي رسالة للضغط. التطور العسكري، نعم نعم، إنه رسالة إلى الأمريكيين أننا موجودون، ولكن لا لم يسموا الامريكيين، سموا الاسرائيليين، نحن نعم. قصفنا اسرائيليين، ولكن ما قصف هي المبنى الجديد للقنصليه الامريكيه. نعم.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لاعب، شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات.